والآن مع آخر أخبار المال والأعمال. سارة نجيب معها أخبار الاقتصاد. شكرا لكم هبة ومرنا مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. بحثت مصر ولبنان سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية، وخلال اجتماع ضم وزيري زراعة البلدين تم بحث التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعي، فضلا عن بحث آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي للأشقاء في لبنان. اجتمع السفير هشام بدر المنسق الوطني رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريستين أراب، وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها. وأكد السفير هشام بدر أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول بيئية مبتكرة، مشيرا إلى الاهتمام الخاص بتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي. انتخبت مصر بالإجماع من قبل المؤتمر الوزاري الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لعضوية مجلس المنظمة لمدة 3 سنوات قادمة وحتى عام 2026. يأتي ذلك تقديرا لجهود الدولة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الري الحديث. ويعد مجلس منظمة الفاو الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة، ويضم عددا من الدول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة في تلك المجالات، ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة كافة سياسات واستراتيجيات المنظمة في جميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائي. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية، على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% إلى $78.47 للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يعادل 2.9% ليسجل $73.86 للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.27% لتصل إلى $2.56 للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل $2.58 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين على ضرورة تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصاديين في العالم في إطار من النزاهة والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء تفاهم. وأضافت يالين خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة في بكين أن المستوى القياسي الذي سجلته التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي على الرغم من التوترات أظهر وجود فرصة كبيرة أمام الشركات بالبلدين للتعاون في التجارة والاستثمار. قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير للوظائف أن الاقتصاد الأكبر في العالم وفر في يونيو أقل عدد من الوظائف خلال 2.5 سنين. هذا وأظهر التقرير أيضا أن عدد الوظائف التي جرى توفيرها في إبريل ومايو أقل من العدد الوارد في تقارير سابقة بمقدار 110,000 وظيفة. هذا وهبط الدولار الأمريكي في تداولات بعدما أسهمت إشارات على تراجع قوة سوق العمل الأمريكية
في خفض التوقعات بالنسبة للمدة التي سيبقى فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة، لكن الين قفز بفضل مخاوف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات فوق 4%. اندلع حريق كبير في منصة بحرية تديرها شركة النفط الحكومية المكسيكية قبالة الطرف الجنوبي لخليج المكسيك، وأوضحت الشركة أن إنتاج النفط تعرض لضرر كبير جراء الحريق، بينما سعت القوارب القريبة لإخماد الحريق بمدافع المياه، وتعمل المنصة في حقل كانت ريل النفطي التابع للشركة، والذي كان أحد أكثر الحقول إنتاجية في العالم. أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا بأن الطلب على الشحن الجوي تراجع في شهر مايو الماضي بنسبة 2.4% في قارة إفريقيا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022. وأوضح الاتحاد أن الشحن الجوي لشهر مايو من عام 2023 في قارة إفريقيا تراجع أيضا بنسبة 9% مقارنة بشهر إبريل من العام نفسه. وأرجع تقرير إياتا هذا الانخفاض في حركة الشحن الجوي إلى تباطؤ حركة التجارة بين قارتي إفريقيا وآسيا. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى هبة ومرنة. إليكما. شكرا جزيلا لك سارة على هذا العرض.